يعطيكم العافية. اليوم عندنا تطبيق بيج شو، أحد تطبيقات للناس اللي تحب الخلفيات المتحركة. لو دخلنا على التطبيق راح نشوف الواجهة الرئيسية ويعطيك كم البطارية في الجهاز عندك. لو دخلنا على خيارات اللي هي الشحن راح يعطيك أكثر من خلفية، بحيث إنك أثناء الشحن راح يعطيك نفس الخيار هذا في استخدام الشحن، يعني لو شبكت الشاحن مباشرة حتخرج الصفحة هذه وراح تعطيك خيارات للشحن. الخيار الثاني وهو الأجمل في التطبيق هذا اللي هو الخلفيات. لو دخلنا على خيار الخلفيات نقدر نشوف خلفيات كثيرة جدا. كل اللي عليك تختار أي خلفية من الخلفيات اللي موجودة هنا وتضغط عليها علامة الصح، بعدها مباشرة الخلفية راح تكون عندك في جهازك في واجهة الرئيسية. لو تلاحظوا فيها نوع من الواقعية. وبس والله، إذا عندكم أي ملاحظات أو أي استفسارات يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات.